الحقيقة هي يعني هي تحت خطوات فعلا أمام اليوم إعادة إعمار سوريا هو الملف الأبرز على الساحة السياسية. ليش النظام عم يروج له؟ شو المكاسب اللي عم يحاول يحققها من وراء هو حلفائه لحتى يثبت شرعية أكثر، لحتى الدول كمان الحليفة تكون إلى الحصة الأكبر من هاي العملية. أن هنالك بديل عن نظام بشار الأسد. الملفات كتير كبيرة، إن كان بإعادة الإعمار الفيزيائية أو إعادة إعمار البشر والإحاطة بجميع آثار اللي صارت بالمنطقة لحتى تكون ملفات جاهزة ونكون قادرين نكون موجودين بهاي المرحلة بقوة. إعادة الإعمار بتمر بعدة مراحل بعد تعرض البلدان لكوارث إن كانت طبيعية أو صناعية. أول مرحلة وأهم مرحلة هي مرحلة التعافي المبكر اللي بتعتمد على ثلاث عناصر أساسية تتكامل فيما بينها من الشق السياسي والاجتماعي والاقتصادي. تكامل هاي العناصر الثلاثة، الإحاطة بجميع آثار الكارثة اللي صارت أو الحرب اللي صارت، هو رح يكون المبدأ وجمع البيانات لحتى ننتقل لمرحلة إعادة الإعمار. الهدف من هذا المؤتمر هي رسالة سياسية للدول الصديقة للشعب السوري بدعمهم أن لا يبدأوا بمرحلة إعادة الإعمار إلا بعد إزالة السبب الذي قامت من أجله الثورة، إزالة السبب الذي هدم هذه البلد والتي ننوي إعادة إعمارها من أجله. كيفية استخلاص دراسة إعادة الإعمار من خلال المخرجات التي قمنا بها في هذه الورشة هي التجهيز لتلك المرحلة، هي إعداد نماذج وإحصائيات نتدرب عليها مع المجالس المحلية مستقبلا كي نكون جاهزين فيما لو بدأ بالعمل بمرحلة إعادة الإعمار بعد الحل السياسي في سوريا.